جاهز لكرسي الاعتراف؟ أكيد إن شاء الله. في سنوات فاتت شفنا نجاح كبير للفنانة عويشة أو عائشة. أكيد. وكنت مرافقها طيلة سنوات، يعني تقريبا أنت الشخص اللي بني اسم عويشة أو اللي صنع عويشة. وفجأة تقريبا من سنتين فاتوا ما عادش شفنا لكم أي عمل يربطكم مع بعض، ليش السبب؟ صراحة نبي إجابة صريحة. تحية خاصة للفنانة نوجه لها طبعا تحية أكيد. وفعلا كنت أنا وياها مرافق، أنا وياها، وفي حتى أغنية على دكتورة الأسنان غنيناها أنا وياها. نزلت في الأسواق. فهمتي؟ وفعلا قعدت أنا وياها ممكن سنتين نخدمه، بعدين يعني هي خدت خدمة بروحها وأنا يعني خدمته بروحي. سبب الانفصال أعطيني. أسباب عادية جدا يعني. سبب الانفصال. لأسباب عادية. يعني شخص تو بتقنعني، شخص اشتغلت انت وياه سنتين شبه يوميا، تنزلوا في حفلات وتسجلوا مع بعض في ألبومات، وكانت تربطك بها علاقة عمل قوية جدا جدا جدا، بين يوم وليلة أصبحنا شفنا ضياء جمال يشتغل بروحها والفنانة عويشة تشتغل بروحها، أعطيني أسباب الانفصال، ما تقوليش أسباب عادية. والله هي والله مش إنها قصدي ما فيش يعني مش أسباب قوية قوية يعني خلافات في الشغل يعني. يا سيدي بلكي في بينك وبينها خلاف اليوم عليه. كموسيقيا خلافات، كموسيقيا خلافات، ممكن ان هي عايشه في الخدمه صعبه شويه وما تحبش يعني العوج في خدمتها بصراحه، يعني واحد يقول بصراحه. فهمتي؟ علاش انت تشوفي نفسك مقصر في شغلك معاها؟ لا 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 مش موضوع مقصر، طبعا احنا رويدة في حفلاتنا ما نجيبوش الاغنيه الاصليه ونعزفها احنا. كل واحد يعزف بيموت، فهمتي؟ صحيح صح. رأيت ان سولو يكون للاغنيه هذه، انا ما نديرهاش السولو هو بتاع الاغنيه نفسها يعني، فهمتي؟ صح. لا انا نبي السولو هو نفسها. فاحنا عايشه في حفله يعني، مش ان احنا في جايبين فنان الاصلي بيغني الاغنيه نفسها، فهمتيني؟ يعني خلافات فنيه لا اكثر ولا اقل بس. باهي ان شاء الله يا رب، ليش لا يكون اليوم ليالينا سبب لرجوع ضياء وعويشه للشغل مع بعض. إن شاء الله إن شاء الله يا رب.